مسدس التورس الـ PT-92 وكذلك مسدس الـ PT-99. معنا اليوم مسدسين من طبعا شبيهات في البريتا. كان المفروض ان نحمل حلقة عن مسدس البريتا، لكن راح نتأخر الموضوع شوي هذا كم يوم. المسدس هذا طبعا هو مستخدم من قبل الجيش البرازيلي، وتم تصنيع هذا المسدس او تصميمه في سنة 1983، طبعا الى ايامنا هذه يتم تصنيعه. المسدس هذا بيجي في موديل او عيار 9 ميلي البرابلم 9x19، وكذلك بيجي في عيار 40. المسدس هذا طبعا صنعوا منه موديلات كثيرة، اللي هي مثل انا البي تي 92، ال 92 اي اف، الاي اف اس، البي تي 99 اس اس، البي تي 92 سي، بي تي 99 اللي هو معنى اللي هو هذا، وايضا المسدس عفوا البي تي 99 اي اف اللي هو هذا، وكذلك البي تي 99، البي تي 917 اللي هو الحجم الصغير بيكون، البي تي 17 سي اس اللي هو الكومباكت فيرجن، لكن بيكون السبطانه في 4 انش. الدول اللي استخدمت هذا المسدس طبعا بعضها اللي هو البرازيل اللي طبعا البلد مصنعه، في ليبيا، اندونيسيا، جزر الدومينيكان ريبوبليك، الارجنتين، باراغواي، وكذلك ماليزيا، وطبعا في كثير دول اخرى استخدمتها مثل البيرو. وزن المسدس هذا تقريبا كيلو جرام واحد، 960 جرام اللي هو 34 اونس. طول السبطانة فيه او طول المسدس كله بشكل يعني كله بيجي وزنه او عفوا الطول تقريبا 216 ميلي اللي هو 8.5 انش، وكذلك طول السبطانة بتكون 5 انش السبطانة هذه، وكذلك اللي بيتسع ل 17 رصاصة المخزن فيه، وطبعا انه كذلك في مخازن بتتسع ل 15 رصاصة. طبعا المسدس هذا ليش بيشبه البريتا؟ لانه طبعا هم ما اجوا بس من اول مرة وعملوا التصنيع، لانه اللي صار انه خلص المدة احتكار الموديل هذا اللي من قبل شركة بريتا. طبعا البي تي 92 اللي فقط مكتوب عليه 92 ما كان عليه السيفتي والاشياء هذه كلها بالشكل الثلاثي مثل ما هو على المسدس هذا. اذا احنا بنلاحظ طبعا في عندنا الديك، طبعا لما يكون راجل للخلف ممكن انه مشان تقدمه للامام بدون ما يطلق، او مشان نعمله يعني تقريبا في حاله الامان، بتنزل هاي لتحت الان بصير امان، او انك ترفعه لفوق الى الاعلى طبعا ما بيطلق من مره، وكذلك اذا بتوضعه في بالمنتصف بهذا الشكل بكون الاشاره الحمراء معنى انه جاهز لاطلاق النار زي ما شايفين. طيب الفرق بين المسدس هذا والبي تي اللي هو ايش حكينا احنا، البي تي 99 اي اف اللي هو هذا الثاني، الفرق فيهم خلينا نشوف شوية مقارنة بسيطة. اول شيء بنلاحظ انه الكتابة اللي عليها تورس بي تي 92 اي اف 9 ملم بارا يعني بارابلم اللي هو موديل الرصاص، وكذلك بالنسبة لهذا المسدس ما في عليه كتابة يعني بشكل يعني زي ما هو محفور على هنا، فبكون مكتوب انه مصنوع في البرازيل و بي تي 92 اي اف، وكذلك نفس الاشي 9 ملم 9 ملم بارابلم. الشيء اللي انتبهت عليه انه يعني في ميزة في هذا المسدس مش موجودة في الثاني، وفي ميزة في هذاك المسدس مش موجودة في هذا، اللي هي اذا بنلاحظ على شفتوا كيف الامان احنا بيتحرك بثلاث اشكال او ثلاث الى ثلاث وضعيات، للفوق للاعلى وكذلك للاسفل.
وضعية الأسفل في هذا المسدس مش موجودة، فقط للأعلى يعني سيفتي وفاير بس، يعني أمان واطلق بس. يعني لو كانت ديك راجعة لورا ورفعت هذه طبعا بيعمل أمان، كذلك المسدس الثاني نفس الشيء، لكن ما بتعمل عليه ديكاج اللي تنزل الديك لتحت يعني بشكل شبه كامل، ما بيعملها. طيب بالنسبة للشيء اللي موجود في هذا المسدس مش موجود في الثاني، اللي هي الشعيرة من الخلف adjustable، أو ممكن تعديلها طبعا عن طريق المفك، يعني توضعه طبعا بترفع أو بتنزل مثل ما حسب الحاجة. طبعا الشعيرة في الخلفية بهذا المسدس ثابتة، ما بتتحرك ما بتتعدل، فلو كان الشعيرة اللي هنا موجودة في المسدس الثاني، أو عفوا اللي في المسدس الثاني موجودة في هذه، وهذه بتكون بتكملها بشكل يعني بيكون ممتاز، لكن الموديل ما صنعه بهذا الشكل. طبعا من الأشياء اللي طوروها على هذا المسدس من يعني خلينا نقول من 2005 و فما يعني ما بعد 2005، انه صاروا يعملوا الريلينج او الجسر اللي موجود على كثير من المسدسات مثل الجلاك والاشياء هذه، فعلى اساس تركيب الليزر او الكشاف المحمول. فهذه يعني اضافه جديده، طبعا برفع سعرها شويه لما بدك مسدس مثل هذا ويكون عليه الريلينج، طبعا بيرفع سعره تقريبا حوالي 200 دولار تقريبا. المسدس بشكل عام السعر الإجمالي تقريبا 400، فبيكون جديد طبعا بيجي مع مخزنين، كل المسدسات تيجي مع مخزنين. إذا بدك مسدس جديد أو عفوا مخزن ثالث ممكن تدفع سعره حوالي، يكون كم اشتريته أنا آخر مرة كان حوالي 20 دولار المخزن. طبعا دائما اشتري يكون جديد الأصلي، ما تشتري التقليدي، في منه بيكون يعني في مشاكل، أو إنه ما مش الضمانة ما بتكون عليه، ما بيكون مضمون كثير، فدائما جيب الأصلي إذا توفر يعني. طبعا المقبض فيه بيجي بيكون باللون الخشبي او بيكون خشب، ممكن يكون مثلا ابيض او اللون اللؤلؤي بيرل، بسموه بيرل جريبس ممكن، او ممكن طبعا يكون انه كل اللون يكون لون الكروم او اللي بسموه النقل. هذه الاشياء موجوده يعني. الشيء الثاني ممكن تعمل في هذا المسدس او تطور عليه، انه طبعا في بعض المقابض بيكون فيها ليزر اصلي يعني بيكون مركب، طبعا ما بيكون جاي من شركه تورس، بيكون شركه يعني بديله مثل كريمسون، شركه اسمها كريمسون مشهوره في الليزرز، طبعا ممكن انه وضعها وضع ليزر بيكون داخل المقبض، طبعا مع تركيبه بيكون يعني جاهز، فعلى اساس انه وين انت مصوب ما بتكون ايدك معطله او معيقه يعني امام الليزر. شيء ثاني بالنسبة للمخزن، في مخزن اللي هو بسموه افتر ماركت، طبعا ما بيكون مصنوع من شركة تورس نفسها، بيتسع ل 30 رصاصة. سعره هذا بالنسبة لل30 رصاصة من يعني 40 ل 50 دولار، لكن اعلى شيء بيتسع في هذا المسدس بدون ما انه يكون بارز من الاسفل اللي هو ال17 رصاصة. طبعا نيجي للسؤال اللي بيجي بعدنا، كيف فك التركيب؟ مثل مسدس البرتا ما اختلف. طبعا عملنا هذا الفيديو من قبل لكن نعيد فقط للتذكير، طبعا تأكد انه فارغ، بتضغط على الكبسة هذه من الجهة هذه، وبالنسبة لي هذا الأمان طبعا بتنزل لتحت، فضغط عليها شايفين كيف تطلع، بعدين بنزلها لتحت وهذه الأقسام بروح للأمام. اوكي طبعا لو القطعة اللي بداخلها طبعا بنشيلها وبنرجعها مثل ما بدنا. طبعا اللي رجعها طبعا بترجع الأقسام للخلف، وهي طبعا لما تكون بتكون في الأسفل بنرفعها للأعلى. طبعا بعد ما نرجع الأقسام بهذا الشكل وبكون جاهز. هذا هو بالنسبة لمسدس التوريز الـ PT92AF وكذلك الـ PT99AF.